ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعه وولاه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: يأمرنا وإياكم والمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة في هذا الحج الذي يقام لأول مرة في هذه البقعة، بارك الله من فكر وخطط ورتب لهذا اللقاء ولهذه الجمعة التي نلتقي وإياكم فيها ونحن على أبواب شهر فضيل أمرنا الله بصيامه. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الإخوة، الصيام الذي نريد ليس هو حرمان البطون من الأكل فقط، وليس حرمان الأجساد من الشراب فقط، إنما نريد صياما عن المحرمات والآثام، صياما عن الخطايا والذنوب، إنما نريد الصيام.